أعزائي المشاهدين، لاقى مهرجان مسقط 99 نجاحا كبيرا وإعجابا من الزوار من داخل السلطنة وخارجها. واليوم قامت بلدية مسقط حفلا تكريميا لتكريم المؤسسات والشركات والأفراد الذين ساهموا في إنجاح مهرجان مسقط 99. والآن أعزائي المشاهدين، اسمحوا لنا أن نستعيد جانبا من هذا المهرجان، مهرجان مسقط 99، من خلال هذا الفيلم الوثائقي. هلا بك في مسقط، حياك وهلا في مهرجان الحب، يا هلا وغلا. مسقط ككل المدن العتيقة أسرارها كثيرة دفينة، لن تكشف لك وجهها إلا إذا كانت حواسك الخمس متيقظة، حتى يمكنك أن تكتشفها وتراها وتسمع حكاياتها وتشم روائح الحضارات فيها. يا مسقط، جئنا إليك في مهرجانك تلاقينا. الزينة في كل دم والفرحة في كل يوم، والكل يقول بحب هلا بك في مسقط. الزينة في كل دم والفرحة في كل يوم، والكل يقول بحب هلا بك في مسقط. من خلال فعاليات المهرجان العديدة والمختلفة التي تواجدت في حديقة النسيم العامة وحديقة القرم الطبيعية وميدان القرم التجاري وشاطئ القرم ومسرح المدينة وجمعية الفنون التشكيلية وقاعة الفنادق الكبرى، عاشت مسقط من 29 من شهر يناير إلى 19 من شهر فبراير 99 حالة فريدة من النشاط والحركة، شملتها وشملت الناس فيها من أقصاها إلى أقصاها. تعددت فعاليات ومناشط مهرجان مسقط 99 في عدة محاور رئيسية، ودارت بين الأرض والبحر والسماء، فمن قرية التراث بأقسامها البدوية والساحلية والزراعية، إلى قرية الطفل، إلى منتزه الترفيه والتسلية، إلى المهرجان الدولي للفنون والحرف الشعبية، إلى الفنون والرياضة والثقافة. لقد حفل هذا التيهو الرائع بكل جديد، فلم يترك المهرجان باباً إلا طرقه. فلينفرج أمامكم هذا الباب بكل ما فيه من روعة ورموز، ولنرهف السمع للحكايات التي تتسلل من حواري وأزقة هذه القرية الحافلة بالكثير من العمل والنغم، ولنسبح في آفاق الخيال ونحن وسط هذه القرية العامرة بالرموز. فهي تمثل كل قرى عمان بشخوصها ورموزها، بأفلاجها وزروعها ومواسمها أعراسها، وحتى جلسات شبابها وشيبها. هذه القرية التراثية ليست أطلالاً نتغنى بها، إنها واقع نعيشه بفخر. إن ورثة الإنسان العماني آمنوا بأهمية استمرار العمل والعطاء والحفاظ على التراث المطرز بالابتكار والإبداع، فلم يقدم المهرجان قرية متحفية جامدة، بل قدم صورة للحياة اليومية في الريف العماني الأصيل. هذه الحياة الغنية الثرية عاشها آباؤنا وأجدادنا، وما زلنا نعيشها حتى الآن بفخر واعتزاز. هنا نقلنا القرية التقليدية لإنسان الحاضر ليتذكر ويتفكر ويرى كيف كان آباؤه يعيشون منذ وقت قريب، لحظات من الحياة اليومية بكل تفصيلاتها الدقيقة كانت في المهرجان حية.
الحضارات العظيمة سرها الأول في الامتزاج والتواصل. وفي حديقة القرم الطبيعية أقيم المهرجان الدولي للفنون والحرف الشعبية بمشاركة 20 دولة عربية وأجنبية غطت قارات العالم شرقاً وغرباً. قدمت هذه الدول فنونها الشعبية المميزة وحرفها الشعبية الأصيلة لتتواصل الرؤية العمانية وتمتزج مع الشعوب الأخرى. نتعلم منهم ونعلمهم، فهكذا بدأت الحضارة وهكذا تستمر. منذ القديم والفكر الاقتصادي لعمان يقوم على التنوع، وفي ميدان القرم التجاري أحد أبرز وأهم أحيائنا التجارية قدم المهرجان صورة لهذا التنوع الاقتصادي. فإلى جوار الحركة التجارية النشطة بالمراكز التجارية جاءت الأكشاك لتقدم صورة أخرى للتجارة البسيطة، وقدم الميدان صورة لكل ما ينبض بالحياة، الحركة التجارية النشطة والروح الاجتماعية العامة والترفيه والسياحة في امتزاج مدروس خلق جواً مبهجاً بالميدان والمدينة ككل. ها هنا يتوقف الخيال، ولا نريد أن نحلق قبل أن نحدق، فالصورة للمستقبل يتداخل بعضها في بعض تداخل أوراق الشجرة الواحدة. أطفالنا استثمارنا للقادم. الصرح الأول بحديقة النسيم العامة، قرية متكاملة للطفل تتعامل مع فكره ولعبه، معرض للكتاب وللحاسوب. ومسرح يقدم للطفل عروضاً فنية يعمل خياله يومياً. أما الصورة الثانية بالحديقة فإنها لمنتزه ألعاب التسلية التي يمكن أن تقف أمامها مذهولاً، فهي أكبر مدينة ألعاب تسلية متنقلة. ولذا فقد جاوزت حديقة النسيم كل توقع في الإقبال الجماهيري على فعالياتها المختلفة. ولم يكن هذا كل شيء بالحديقة، ففي ركن منها مركز التأهيل النسوي، وهناك سوق شعبي، وفي ركن آخر متعة ركوب الجمال والخيول. في حديقة النسيم انعكس وهج المهرجان كاملاً. لم تكن الفنون التشكيلية أبداً كلمة وسط الصمت، فلقد ارتقى الفن مكانة رفيعة في السلطنة منذ قديم الزمان. وما قلعة جبرين بسقوفها الرائعة إلا رمزاً حياً على قدرة الفنان العماني. ولذا كان لزاماً أن يزخر المهرجان بوجود قوي للفن التشكيلي بصورة مختلفة. فشهدت السلطنة ملتقى مسقط للفن التشكيلي العربي ومعرض التصوير الضوئي والمعرض السنوي للفنون التشكيلية الذي شارك فيه 53 فناناً قدموا 136 لوحة رائعة. لا تغض الطرف عن هذا الزحام الشديد الذي يجل عنه الوصف. وإذا شئنا أن نتمثل تلك الصورة فهي كغابة من الناس، ولو شاء أحدنا أن يرفع عقيرته بالسؤال
ما الذي جمع كل هؤلاء؟ فإن الإجابة هي الرياضة والفن والشاطئ. إنها صورة رحبة للمهرجان، شكلت ورقة في شجرة المهرجان، ورقة واحدة فحسب. وكما شهد شاطئ القرم فعاليات الكرة الطائرة الشاطئية التي شارك فيها 40 فريقاً من الرجال والنساء، وسباق دولي للدراجات المائية، وسباق القوارب التقليدية، وخماسيات كرة القدم للأندية والتي فاز بها نادي روي، وسباق للفروسية. مهرجان رياضي وفني كانت عناصره الإنسان والأرض والبحر والسماء، حيث رفرفت أجنحة البشر في عرض عالمي مثير للمظلات حلق في سماء القرم. فلينفرج لكم هذا الباب بكل ما فيه من خيوط وفنون، فمن عرض عالمي للأزياء إلى طبق الخير، ومن عجائب السجاد الإيراني الشهير إلى عجائب الذهب البحريني الكبير، إلى معرض الحرف اللبنانية ومعرض الشرقيات والأدوات المنزلية. لقد ارتقى مهرجان هذا العام مكانة كبيرة، ولم يأفل نجمه حتى اليوم الأخير. نعم أثبت لي حبك وطيبت روحك وقلبك رحل لشرقك. ها هنا ظهر الإبداع الفني في أبهى صوره، حيث اشتعلت أضواء مسرح المدينة بالحفلات الغنائية والمسرحية التي لاقت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً مثيراً فاق كل وصف، ليتناغم ما على الخشبة مع ما في مقاعد المسرح في لوحة كانت فقرة مستقلة. واستخدم المهرجان أشهر وأبرز النجوم العرب، ولم يغب الصوت الفني المحلي، فقدم طلبة جامعة السلطان قابوس مسرحية قافلة التبريزي التي كان حضورها الجماهيري متوازياً مع أكبر الحفلات، لتعكس الجماهير مدى وعيها الحقيقي بما يقدمه الفنان العماني. لم يكن مهرجان مسقط مجرد حدث يمر بين الأحداث، فليس هذا هدفه، بل هو علامة فارقة في جبين أيامنا وليالينا واحتفالاتنا، ثقافية كانت أو فنية.
تكمل